تم زيارة مشروع تحويل المركز الصحي في ناحية البطحاء إلى مستشفى سعة 20 سرير الذي أحيل على شركة سما النجف. نسبة الإنجاز متقدمة ووصلت بحدود 85%. المشروع عبارة عن ثلاث طوابق، كل طابق يتكون الطابق الأرضي يتكون من طوارئ واستشارية، طابق العمليات وكذلك طابق الرتات الدخول. تم إكمال هيكل كافة الأعمال الهيكل للمشروع، وكذلك تم حاليا البدء بأعمال الإنهاءات من تطبيق الأرضية والتغليف. حاليا الأعمال المنفذة والتي تنفذ حاليا هي منظومة التبريد ومنظومة الغاز. العمل يصير بصورة جيدة وحسب توجيه المهندس المشرف وكادر المتابعة، وجود كذلك أعمال متداخلة مع المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي تجهيز شمل ضمن قانون الأمن الطارئ إلى نفس الشركة سما النجف، تتضمن أعمال تجهيز أجهزة طبية وخدمية للمستشفى، وكذلك بناء دور أطباء ضمن المرحلة الثانية. باشرت المرحلة الثانية قبل 15 يوم في 15/3 توجيه الشركة على رفع وتيرة العمل وإنجاز المشروع لما يكون له أهمية في حياة بالتماس مع حياة المواطن. صندوق عمار ذي قار إن شاء الله عازم على متابعة وإنجاز كافة المشاريع التي تنفذ من قبلها بأسرع وقت وضمن الفترة الزمنية المحددة. Thank you.